احنا نعلم على ان مشكل الصحراء هذا هو مشكل طال امده، وكان جاء بكثير من المشاكل، خصوصا مشاكل انسانيه بالدرجه الاولى. وهنا اتذكر يعني اذكر ما تعيشه هذه المخيمات في اراضي الجزائر، والوضع المجري اللي تعيشه الناس، لانه مع الأسف امتزج الجانب السياسي مع الجانب الإنساني، وهذا شيء خطير. وفعلا على أنه إذا لاحظنا مثلا على أنه آخر شيء هو رد حكومة إسبانيا على في الكونغرس هذه الأيام الماضية، أنهم عزلوا يعني القضية الإنسانية عن القضية السياسية. هذا اللي وقع هو نتيجة، أولا باش نعودوا ملموسين نعرف عن مشكلة الصحراء، هي بدات مشكلة البوليساريو بدا في زمن الحرب الباردة. والحرب الباردة كيف نعرفوا كان فيه قطبين، فيه قطب اشتراكي يدور على الاتحاد السوفيتي، وكاين قطب اللي هو رأس مالي يدور على الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد مثلا من خاصة من 1989 عند تحت جدار برلين أصبح قطب واحد هو المتحكم في العالم اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. إذا معناها أنه بقى يعني الفكر هذا، يعني فكر البوليساري ومعاه الجزائر، لأن الجزائر أنا شفنا ما تتكلم عن تغيير المصير، عاد تتكلم عن الأمن الوطني وتكلم عن العمق الاستراتيجي، معنى أن أصبحت تبين راسها بأن هي الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وأن النزاع ما يهم مصير الصحراويين مهما كان نوعهم. إذن هون كذلك المغرب قام منذ مجيء جلالة الملك محمد السادس على أن تبدلت، حتى المغرب تبدل. أولا أغبر تاريخ يعني عصر الرصاص، وتم تعويض للناس يعني واعتراف بهذه الاشياء، يعني خلقت ريكونسيلياسيون ناسيونال يعني لمستوى المغرب، واصبح هناك دستور جديد، واصبح هناك منظور في هذا الملف، وخصوصا من 2000 على انه ارتسمت هناك استراتيجيات للدفاع عن الموقف المغربي اينما كان. وهناك يعني فعلا هذه نتيجه هذه الدبلوماسيه ونتيجه هذه التخطيط اللي نقدروا نقولوا منها مثلا رجوع المغرب للوحدة الإفريقية، رجوع المغرب لإفريقيا ليس بالنظر وإنما ب يعني المشاريع الكثيرة وبالاتفاقيات الكثيرة لأنه اليوم الدول فهمت على أنه كل دولة تدافع عن مصالحها بمنطق رابح رابح، مثل منطق القرنصة، ولا أنا نسيطر عليك أنت، ولا لا احنا نمشوا سويا. إذا معناها أن الموقف الأمريكي، علما أن أمريكا ما عمرها وقفت مع البوليساريو، ما عمرها وقفت يعني في من أجل دولة في 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 الساقية الحمراء والذهب. يعني أمريكا اليوم ماشي، الرئيس الأمريكي ماشي بحال رئيس الدولة من هذا الدول اللي شبه دول، لأنه اليوم قرار وصفه قرار. أمريكا دولة المؤسسات نعرفوها كاملين، ومسائلها تدرسها ومسائلها متبعتها. وهذا كي منين نشوفوا مثلا اللي قال بدين في هذا الرئيس المنتخب الجديد، بعدين منين نفس العبارات اللي كان يقول في الحمله الانتخابيه هي اللي جات في القرار اللي ديال ترامب. معناها انه شنو؟ معناها انه انتصار البراغماتيه. يعني غير هذه البراغماتيه لا نفهموها بانه هو القضاء على الصحراويين وحدين يفهموها، لا، الصحراويين ناس اللي خصهم كرامتهم كيف اي انسان، والكرامه ما يمكنش تبدا مربوطه ب يعني حركه معينه وحزب معين وغير معين، لانه احنا دائما مع كرامه الانسان، خصوصا كرامه الانسان الصحراوي. نظن على انه هذا الموقف الامريكي والدول اللي تبعته، لان الغرب كامل سيمشي في هذا الحذو، لان هناك ولات المصالح ولات البراغماتيه السياسيه. هذا بالنسبة لي أنا هو صك ضمان الاستقرار في المنطقة، المنطقة كاملة. العلاقة إسرائيل كانت قبل 2021، وأمريكا كانت قبل 2020.
المغرب استطاع بانه يضمن تحالفات، الشيء اللي ما دارت الجزائر. المغرب عنده تحالفات، كان حليف دائما لامريكا من البدايه، واللي يقول امريكا يقول اسرائيل، لانه يعني الراس مال الحقيقي اللي حرك امريكا سي الراس مال الاسرائيلي. ونعرفوا كاملين يعني يعني الرؤساء امريكا، يعني يعود من الجمهوريين او يعود دائما مع اسرائيل، هذا نعرفوه. اما المغرب حتى هو عنده دور في اسرائيل كذلك، لانه انا مثلا الا مشيت درت مصالحي معك انت ما معناها على اني للقضاء على الفلسطينيين، لا بالعكس، يتعود عندي فرصه باني نذلل الصعاب ونذلل المشاكل اللي كاينه. معناها انه شنو؟ معناها انه المغرب في حلف، وهذا شوفوا في الخطاب اللي قال جلاله الملك في السعوديه، لكن تذكروا على انه تكلم عن ان المغرب راهي دوله عندها سياده ولها الحق ان تكون لها مصالح من مختلف الدول في العالم. معناها انها ماتلات ماشيه فقط اتجاه معين، يعني مع دولة معينة، بل المصالح تقتضي وأن تكون هناك علاقات مختلفة مع، وهذه هي براغماتية سياسية اللي مشى معها المغرب. إذا معناها أنه ما أنا ما نشوف هذه المقايضة اللي يقولوا الوحدين، ما نشوفه. لا ننساو على أن راه كان ديك الساعة واحد هناك مكتب إسرائيلي في الرباط واحد الوقت. المكسب الرئيسي هو بعد كاع السلم، ثانية هي التنمية، التنمية الحقيقية، ثانية الديمقراطية اللي مثلا مسموح ب ب ب ب بذيك نوع الشطحات باسم القضية وهذا يرفد كربيطو من هون الثاني، لا لا لا، اليوم لا هي المغرب لا يتبوندي. وقالوا يعني في تقرير ديال نظن عن البنك الدولي يقول على انه بعد هذه كورونا من الدول القليلة اللي لي تبقى واقفه هو المغرب، لان المغرب حليف، وقالوها الامريكان حليف يعني قوي في في في, في شمال افريقيا، وله دور اساسي في الهجره، وله دور اساسي في الامن بصفه عامه، واختار طريق الديمقراطيه. اذا انا ظهر لي على انه اللي نربحوا شنو؟ اللي نربحوا على ان هناك اللي تتعزز هذه الديمقراطيه واللي تطبق القوانين على الجميع، يعني نبدا هناك الطرح، يعني ان يكون هناك مغرب المؤسسات، وهذا المغرب المؤسسات هو اللي يمكن له عنده قابليه بانه يستمر. ما يمكنش يستمر يعني دوله ذات تحالف مع اقوى شيء في القرب ولا عندهاش دوله المؤسسات. اذا معناها نربحوا المؤسسات، نربحوا تطبيق القانون، نربحوا الديمقراطيه، نتهناو من سياسه الريع، نتهناو يعني من السياسه الكرطيه، نتهناو من السياسه، يعني هذه السياسات اللي هي سياسات ترقيعيه امونافي، رغم على انها الدوله دارت مجهودات كبيره، ولكن هناك ما زالت مشاكل تسييريه محليا، اللي هي مشاكل اللي ما زالت تعاني منها المواطنين، اي مواطن مهما كان، لانه حق المواطنه هو الضامن الاساسي في الدوله الديمقراطيه. مجهودات كبيرة دارها المغرب ودارتها الجزائر ودارتها الدول كاملة، هذه مجهودات بدل ما تمشي للإنسان، تمشي للإصلاح، تمشي للبناء، تمشي للمستشفى، تمشي للجامعة، تمشي لرخاء الإنسان، يعني ماشية في حروب اللي حروب لا يمكن لها أن تأتي. أولا الحروب لا تنتصر، ما كانش منتصر في الحرب، الحرب ما يمكن له بأنه يعود هو اللي يعطينا النتيجة. هون شنو معناها؟ ان هذه الامكانيات لي تمشي في الطريق الصحيح، والطريق الصحيح هو من هو يعني المستهدف من هذا الطريق الصحيح هو الانسان. هذا الانسان اللي يربح الانسان هون، لانه يستقر ويكون عندنا استقرار وتكون عندنا ونقدروا فيما بعد في زمن اقل من هذا ان نبنوا هذا المغرب الكبير اللي هو مغرب العربي الامازيغي ولا سميه شمال افريقيا، وتكون هناك فعلا مجموعه
اقتصادية قوية، يعني الكل معترف الكل والكل يساعد الكل والكل مثلا ضروري الآخر. إذا معناها أنه هذه بالنسبة لي أنا سي لي كومونسمون، سي بداية الاستقرار. مع الأسف البوليساريو بيس هذا لم يقوم يعني بطرح في سياساته أن ستكون هناك سلم في يوم من الأيام. ما قام بثقافة، يعني بتمرير ثقافة السلم، دائما الحرب الحرب الحرب، سننتصر، حرب التحرير تضمن الجماهير، الشهادة. بومودين في واحد من خطاب من خطاباته قال على انه الناس يعني المواطنين يعني الانسان ما يبغيش يمشي يجو فيه خاوي للجنه. اون بي با اللي او بارادي افيك لي فون كري. يعني البوليساريو عنده مسلتين يديرهم. اولا هو ارتكب خطا كبير جدا لانه زياده على انه بناء سياسته على الحرب، هو بانه جدد هو على نفسه على انه هو الممثل للصحراويين، والصحراويين بصفه عامه الامم المتحده ما قدرت تتحدد الجسم الناخب. ما عرفنا الجسم الناخب، اون فلوت صحراوي هون اي حد باغي شي والله يرفض المغرب والله هذا يقول انا صحراوي، صحراوي هنايا لك ولي اخيك اليوم اصبحت لك ولي اخيك ولي ذيبي، تجبروا مواطن من دوله ثانيه قابل بوقو يقول لك كذا واحد ثاني. اذا معناه انه شنو؟ معناه انه ميع هذا مفهوم الصحراوي، ومعناه على انه كذلك تناسوا انا 73% من الجسم اللي حدت الامم المتحده وجود في الداخلة وفي العيون وفي الصمارة وفي الجدور وفي هذه المدن، وتناسوا كذلك عن أن هذه الناس تتصارع بدراوة بجدية في الانتخابات، وعلى أنها تصوت في الانتخابات المغربية. معناها على أنه هذه تمثيلية البوليساريو هي تمثيلية وصورية، لأن التمثيل تتجبر لا بالشرعية حد يصوت عليك، أنت يصوت عليك 2000 مناضل من مناضلينك دائما نفس الأشخاص نعرفوها، وتقول انا الممثل الوحيد والشرعي، معناه انك لا تؤمن كاع بالديمقراطيه. ما كاين الديمقراطيه، ما يمكنش اليوم دوله تحترم راسها تقول انا راني هو المثل مثل المغاربه. مثلا رئيس الحكومه اليوم ما يقول انا هو الممثل الوحيد للمغاربه، ولا نقدر نقول انا مثلا عن الحزب الفلاني انا هو الممثل الوحيد. ما كاينش ممثل وحيد، هذا يتناقض مع الحريه اللي يطرح، ويتناقض مع الديمقراطيه اللي يقول عنه، والجنه اللي له يجيب لنا فيما بعد منين يجي الساكه الحمراء والذهب. اذا معناها انه هون فتحت الساحه، ولا طرحوا بحساب كذلك تحولات العالم. هذا انا سبق لي ان كتبت مقال اسمه لا ريفولوسيون ديال الواتساب، يعني هذا الواتساب اليوم اصبح داير ثوره عارمه صامته لكل واحد يعبر عن رايه، وكل واحد يقول وجهه نظره، وكل واحد شي يسب وشي يقول الكلام الجميل وشي كذا. معناها انه احنا في واحد المخاض اللي لا ينخرجوه الا انه البوليساريو اللي يصبح واحد من وليس هو الكل. الى ما مشى في هذا الطلب اللي طالبه مجلس الامن، لانه مجلس الامن قالت المفاوضات جميع الاطراف، ما قالتش الطرفين، ما هناش طرفين. ارجعوا لنا لاخر سميتو، الى ما مشى في هذا الاتجاه واصبح يعني يتعنت على انه سيسير في الحرب، بدون شك بدون شك سينتظر، وستطلع الملف له يطلع من 6 إلى 7، ويكون هناك القرارات الامميه مفروضه، وحينئذ القضيه اللي تكون صعبه شوي. سنة اللي ازداد 30 سنة اليوم أصبح دكتور، هذا بولاده البوليساريو دار الخطأ أنه سنى اتفاقية السلام بلا مقابل،
وهذا يدل على ان هذا الاخوه اللي تكلفوا بالملف ناس يعني ما عندهمش القدرات الكافيه ولا المفهوم الحقيقي لهذا الشيء. اللي عطاو كل شيء فابور، قالوا يلا احنا نوقفوا الحرب، يعني القرار رقم واحد العسكري رقم واحد، حتى النقاط اللي بقاو برا اللي هما تي نقاط مثلا لي زون طامبون قالوا مناطق محرره. ما كاينش مناطق محرره، هي منطقه تحيدها انت تحررتها، انت ما حررتها. تكذب على ناسك، تكذب على راسك، يعني معناها لانه البوليساريو ارتكب هذا الخطا، ما عنده ما هو مجال واحد يمشي فيه يعترف بذنبه اتجاه الصحراويين، ويعترف بذنبه مثلا في ذيك المساعدات الانسانيه اللي يدير. وانا نستغرب واحد قاعد في باريس وواحد قاعد في المانيا وواحد قاعد بخير وعلى خير يتكلم عن الناس في مساكين ما عندهمش الماء ولا عندهم واسموه، يقول احنا ساو حار وكذا ولادو هي، وهذو الثانيين يدعوا للحرب وتركتهم ما هم داخلين الحرب وهو ما هو داخل الحرب. يعني اصبح هناك سك تجاري لدى مجموعه صغيره جدا تتماشى مع ما تطرحه عسكر الجزائر لا غير. اذا معناه انه الحل في التالي شنو؟ الحل هو تحرير يعني هذا الانسان اللي ما عنده حتى وثيقة هوية، تحرير هذا الانسان وفتح له المجال عن هذا الانسان انه يعيش بكرامته، فتح المجال لهذا الانسان انه يعيش في عرضه اللي جا منها، لانه المخيمات فيه ناس جاوا من اراضي ثانيه ومن دول ثانيه، مثلا سكان تندوف على سبيل المثال، هذو هم لاجئين. واش هذو لاجئين؟ لا تقول لي عن ساكن ولو انهم عودوا من نفس القبائل اللي احنا عندنا نفس العرق، هذا راه عنده دولته، راه في دولته. اذا اللاجي اللي ضيع هو ذاك اللي مشى عن ارضه وبقى يعني فعلا لاجي وما عنده لا حق اللاجي، ما عنده. بوليساريو ما بغاش يدير يحسب المخيمات ويخلي الناس تقعد عنده هوي. علاش؟ لان ذيك المخيمات خاصه تم مصروره فم يعني مجموعه فم ياك يتم هو يعني رافد درابواتو وحنا لنحرر كيف لاجي تحول انت جندي؟ كيف لاجيه تحولها انت ودير منها جنديه؟ كي انت عندك تلفزيونك وتلفزيونك اللي عندك فيها تقذف الناس اللي ما تفكر كيفك ولا اللي عنده وجهه نظر مخالفه معك، اذا معناها انه هون البوليساريو مشى ضحيه الطرح ديال العسكر الجزائر وقصر النظر ديال قيادته الابديه، لان كاينه قياده ابديه 45 سنه وانت نفس الشخص نفس الاشخاص. هناك الشباب قراوا في الجامعات وقراوا في كل مكان، وخاص فتح مجال لهذا الشباب باش يعبروا عن رايهم. ما يمكنش تقرصنهم انت وتقرصن وجهه نظرهم تفرض وجودك وتبقى دائما ابديا انت هو اللي عندك الصح. اللي عندنا مع هذو خطاين ماشي لهذو وحدهم، لانه ما خارج الثوره لا توجد ثوره نجحت من الخارج. ما كاينش ثوره اللي زعماها ما يعرفوا كاع الارض اللي باغي يحرر، ماهم جايين لا من العيون لا من الداخله لا من السماره لا من بجدور، يعني لا من اي منطقه من هذه المناطق يعني. وفي نفس الوقت دار الخطا الكبير فلسطين اللي لها يعني 70 و80 سنة ومعزولين ومعروفين فلسطين لحد الساعة، مازال ما استطاعوا يبنوا دولة. هذو تحت يعني الضغط ديال القذافي والتوجيهات ديال الجزائر، قالوا الجمهورية العربية. هو أنا بعد نعرض عليهم بأنهم يديروا لادين، نشوفوا هذه تاع عربية منين جاي. نبغي بعد أنا بعد حد يكذبني ويقول لي على أن أنا قلت واحد لا يبني دولة، يفهم على انه ما يمكنش يبني دولة عرقية. الدولة العرقية حاولها هتلر مرة واحدة ورانا شفنا النتيجة. الدول لا تبتنى على العرق. الدولة تبتنى على المواطن، تبتنى على الفرد، تبتنى على الشخص. يكون عربي ولا ما هو عربي، يكون يعني ناطق عربي ولا ما هو ناطق عربي. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني هو نظن على انه مشكل منظور ولا ابريسياسيون، لانك تطلب تغيير المصير، تقول انا ندير تغيير المصير، تقول انا دوله وانت ما عندك ارض دوله ولا عندك مكونات، المكونات الاساسيه الرئيسيه ما عندك. اولا ما عندك ارض ساكن عليها، انت ساكن من طرف من ارض الجزائر،
ما عندكش سلطة يعني شرعية معترف لك بها، يعني ما عندك يعني مقومات الدولة اللي هي أنت ما عندك، وتقول أنا عندي دولة وندور تقرير المصير، ما أنا هني نقامر، يلا قرر المصير، أنا ما قدمت على الدولة، نورمالمون الدولة هي خاصة تعود هي نتيجة تقرير المصير، والله ما هي نتيجة ولا شيء ثاني. مثلا على انك انت دوله سي لي ريزلتا دي كوا ريزلتا ديال تقرير المصير، تكون تقرير المصير كذا، وهذا تقرير المصير مولي يعني يبسوه اللي على مفهوم واحد. تقرير المصير شنو؟ كيس شنو تقرير المصير؟ خاصك ولين جسم ناخب، وهذا جسم ناخب محدد، ما هو لا اللي مثلا قابل الحجار للمغرب تقول هذا راهو صحراوي وعنده حق تقرير المصير يكوتي لا. ثانية الأمم المتحدة في الريزولوسيون 15-14 أعطاها ثلاث حلول، أنت محيتهم كاملة وقلت تقرير المصير من أجل الاستقلال، وهذه من أجل الاستقلال هي اللي ارتكبت فيها الخطأ الفادح الكبير، على أن منين ثلاث تبدأ عملية تحديد الهوية اللي أنت النهار الأول رفضت في فريطاون على أنها مثلا إحصاء إسبانيا، وقلت عن الصحراويين 750,000، بديت تتحيد الناس فيما بعد اللي انت قال عنهم هم اللي يصوتوا عليك. اذا معناها انك تلعب مع معاش تلعب مع مصير الناس وتبين تا انكومبيتونس توتال، على انك تي انكومبيتون، انت هالشيء اللي واحد فيه مانك عارفه مانك واحلو، هذا هو اللي تعيش الصحراويين مع الاسف. واصبحت مثلا هناك النساء مليحات في اسبانيا ومليحات في فرنسا ومليحات يلوذوا للعمل وهما ارضهم غنيه، وانت هو اللي لحتهم في هالشيء، وفهمت حتى ذي الخيرات اللي تجيهم من اسبانيا وتجيهم من دول ثانيه ما وزعتها توزيعا صحيحا، واصبحت تتفاخر بالايبال وبالغنام والفرارين في تندوف والديار في فالنسيا والديار في هو اسمه، يعني اصبحت يعني خرجت يعني من المنظور اللي انت تقول عنك تدافع عن حقوق الانسان وانت تدافع لا عن حقوقك انت وحقوق اولادك، يعني تحول الى صك تجاري كيف قلت مع الأسف. بوليستان دولة ديمقراطية فيها ياسر من الأحزاب، إن شاء الله البوليساري يفهم حتى هو فيها شيء من الأحزاب لا يعد ولا يحصى. موريتان فيها حرية التعبير، موريتان فيها حرية التنقل، موريتان دولة هادية ماشي دولة يعني متسلطة، ودولة يعني وناس سياسيينها ثامرين وسياسيينها ناس اللي يعني حق بيضان حق بيضان بالمفهوم الصحيح، يعني بيضان اللي يعبر كلامه يعبر تحركات وكذا. موريتان مشات ضحية حتى هي هذه 45 سنة بالضغوطات من هون ضغوطات من ليه ضغوطات من ليه، احنا بيضان احنا خوتكم احنا كذا، ولادنا خوتكم خصنا نحترموكم، الخاوة تبتنا على الاحترام تبتنا على موريتان يعني قد فيه انتخابات فيها رئيس جديد، كل رئيس او سيستيم جا عنده سياساته، راني قلت على انه بعد الحرب الباردة كل دولة بدات تقلب تبحث عن مصالحها الخاصة بها. موريتان علاقاتها اصلا نور سيد، ما عمرها كانت كيف نحن ما عمرها كانت شرق غرب ابدا، موريتان دائما عندها مصالحها مع اوروبا، عندها مصالحها مع المغرب، ونتكلم عن المواطنين العاديين، عندها مصالحها هو اسمه، وهذه الطريق اللي قالها القرقريت هي طريق دوليه. ومنين جيت انت وسديت الطريق الدوليه تقمت بنوع من العدوانيه ضد ناس ربما ما لك واعي بها كاع، ضد الناس اللي عايشين من هذا، خيراتهم يجوا من اسبانيا، شرايكهم يمشوا لاسبانيا، حوتهم يبيعوه في اوروبا، جيت انت وقفلت هذا كل شيء باش تثور انتباه الراي العام، ونسيت على انك مثلا دفعت الموريتانيين على انهم يديروا الرياكسيون. شوف موريتانيين دائما كيسين ومع عمرهم حتى مثقفينهم كيسين، ما عمرك تسمع واحد يتكلم ولا يقول شي كلام، الان صفحه النخبه المثقفه تتكلم وقالوا كافينا، بغينا السلم، بغينا نحترمه فرضنا، بغينا نعيش نعيش ولادنا بخير، ماناش داخلين الحرب مع شي حد، من حقنا على ان نعيش في دولتنا كما نشاء. اذا معناه انه هذا ان شونجمون،
de la position Maroc mauritanienne هذا changement position mauritanienne لا ننسى عن فين خابوا مالي جديده وفيه يعني شباب الحمد لله قاري وفيه الدوله الموريتانيه كان فيها مشاكلها الخاصه بها ما بغات مشاكل اخر ما 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 لهاش شي بالمشاكل الاخر تا بوليساريو حقوا نبغوك ولدعمنا وكذا هي غادي تعاطفه غادي سياسه وصحراويين ما هم الا الصحراويين المخيم كاين صحراويين هما اللي قلت فرادي ثانيه اذا على البوليساريو ما كانش عليه منه يضغط في بالقرقرات ويمشي بهذا المواقف لان هذه رده فعل وانا بالنسبه لي رده فعل شرعيه لا نفهم أنا نتكلم عن الإنسان البسيط ونتكلموا عن السياسيين ما نتكلموش على المواضيع احنا ضد بقاء هذه المخيمات في تندوف ضدها وضد على أن الناس ما عندهاش وثائق يعني ثبوتية تمشي فين ما بغات وضد من هذه الناس ما يكون عندها المستشفيات وضد عن هذه الناس يكون تنسب والله ينقال هالكلام اللي ما خصوش ينقال خصنا نفهموا عن هذو ناسنا وعن هذا بشر بعد يا الدرجة الأولى من حقه يعيش وكرامته ومن حقه يعبر عن رأيه ومن حقه يتنقل في ما مشى إذا معناها أنه موريتان دولة وهذه دولة كي قلت معتبرة ودولة عندها سياستها وعندها كرامتها وعندها سيادتها ما خصناش نساو هذا ومن حقها تدافع عن راسها.